رفعت عيني للسماء. بتتكلم عن فيلم وناس، ايه العظمه وايه الجمال ده؟ بتتكلم عن فيلم مصري لاول مره يودينا كان في وسط النجاح العالمي، كل العالم بتتكلم عن مصر في الفيلم ده لاول مره، فيلم مصري يوصل كان ويجيب الجوائز العالمية دي. لكن في ناس كده ما ينفعش تسيبنا في حالنا، ما ينفعش تسيبنا نفرح، لازم يطلع لك واحد كده رزل يسأل سؤال أرزل منه ويقول إيه هو، إيه يعني الفيلم اللي وصل كان وخد جايزة ده كلهم مسيحيين ما فيهمش مسلم؟ بصوا الرزالة، بصوا الرزالة واصلة لفين. ما هي الرزالة دي ليها ناسها. عموما أنا بأطالب بتكريم على أعلى مستوى في الدولة لصناع فيلم رفعت عيني للسماء، لأن هم رفعوا اسم مصر الحقيقة، والأول مرة بيبقى في جوائز باسم مصر في مهرجان كبير زي عالمي زي مهرجان كان. خليني ارحب واخد راي مخرجنا الكبير الاستاذ خالد يوسف. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير يا مدام عزيز، ازي حضرتك؟ مبروك 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 لينا كلنا. مبروك لمصر كلها. ايه الناس دي عملت تاريخ جميل قوي قوي يا خالد. كل تاكيد يعني. الاول لازم يعني نشوف اساس التجربه دي، هي البنات. البنات اللي عملوا فرقة بتعمل عروض مسرحية في الشارع مستوحاة من الفلكلور المصري. الفكرة دي في حد ذاتها كده من غير فيلم يجب أن تكرم. تصدق فكرة عبقرية. يعني من صعيد مصر تطلع فرقة زي دي بناتنا ويعملوا عروض مسرحية يتكلموا فيها على تعليم البنات، يتكلموا فيها على حقوق البنت في إنها تختار شريك حياتها، بالظبط يتكلموا فيها عن الجواز في سن مبكر خطر ازاي، يعني يوعوا اهالينا ويوعونا عن مشاكل عندنا في الواقع المصري. لا، جرأة التعامل من خلال المسرحية في الشوارع بالضبط. فدول في حد ذاتهم كده لو ما تعملش فيلم عنهم يعني يجب ان هم نرفع لهم القبعة ونكرمهم. صحيح، تكريم كبير جدا. صحيح. الاصطياد اللي حصل بقى، اصطياد هذه الفكرة العظيمة من أيمن الأمير ونادى رياض إن هم يحولوها لفيلم ويصبروا 4 سنين ماشيين ورا البنات دول في كل القرى بيصوروهم في حياتهم وفي عروضهم وفي ردود أفعالهم وفي الطرح اللي هم بيطرحوه، ويقعدوا يصبروا 4 سنين ورا هذه الفرقة عشان يطلعوا هذا الفيلم العظيم. ده برضو لوحده يعني يستحق تكريم على أعلى مستوى زي ما حضرتك قلت. أيوه، فالحاجتين دول يجب ان احنا نتوقف عندهم. انه لما بيبقى في فن صادق جاي من الواقع ومن ارض الواقع بجد باخلاص وبامانه بيعبروا عن واقعهم باي طريقه فنيه بيوصل للعالم كله، يعني زي ما كان استاذنا نجيب محفوظ يعني بيغوص في الواقع المصري ادق تفاصيله فوصل الى العالميه وخد نوبل. ايوه، فدول تقريبا نفس الحكايه، دول بيغوصوا في قلب صعيد مصر بكل اشكالياته ويناقشوها ويحاولوا يلاقوا طاقه نور في هذا الواقع اللي موجود فيوصل لانه يروح كان، يروح مهرجان كان فياخد اعلى جايزه في الفيلم التسجيلي اللي هي العين الذهبيه. ايوه، النقاط. فبكل تأكيد يعني أنا كتبت بوست من كذا يوم طالبت فيه وزير الثقافة لابد إنها تعمل لهم احتفاء واحتفال. صحيح، يعني لازم تقابلهم شخصيا البنات دول، لازم والمخرجين بتصور إنها هتعمل كده. نعم، أتصور. أنا قلت حتى أكيد. أتوقع، ما قلتش حتى بأطالب يعني. أتوقع إن وزير الثقافة هتعمل كده. أكيد أتوقع إنه لازم يبقى في احتفال كبير لهؤلاء البنات والمخرج والمخرجه. ايوه، والستافر يعني صناع الفيلم بشكل عام. واتصور انه يعني وده يبقى جديد علينا، جوائز الدوله
جوائز الدوله اللي بيطلعها المجلس الاعلى للثقافه، نعم، لازم صناع الفيلم دول يعني يرشحوا من المجلس الاعلى للثقافه للحصول على جائزه كبيره من جوائز الدوله. ايوه يعني هو ده المنتظر في رايي. وطالبت كمان، بلاش طالبت يعني، بس قلت اتوقع ان الشركه المتحده بأزروحها بقى الإعلامية، بأزروحها الإنتاجية، نعم، تمتد لهؤلاء. أكيد يعني أنا لو أنا ماسك الشركة المتحدة ديت، أول حاجة أعملها أروح أجيب الاثنين مخرجين دول وأتعاقد معاهم على فيلمين ثلاثة يعني. يعني أكيد سعرهم أكيد دلوقتي بقى غالي جدا بهذه الجائزة، ويجب الاستفادة بيهم، ويجب إن ندعمهم ونساندهم ونفتح آفاق أخرى. هم عملوا الفيلم ده بملالين تقريبا بالظبط الامكانيات. انت متخيل حد يقعد لفيلم أربع سنين انت شايف ده ازاي كمخرج؟ مثابرة يعني ملفتة ونادرة. انا بتصور حاجة يا خالد، معرفش رأيك صح معايا ولا لا، دول لو محترفين مش هيقعدوا طبعا الاربع سنين، ما اقصدش محترفين على درجة عالية من الاحتراف، اقصد انه احيانا براءة الهواة بتبقى عظيمه بكل تاكيد، بتدي التجارب الفريش ديت بالظبط بتبقى سببها انه المخرجين دول ما عندهمش التزامات انتاجيه، ما عندهمش افلام بيعملوها، ما عندهمش يعني حسابات، اي حسابات، قاعدين متفرغين لهذا العمل. بس انا ممكن اتفرغ اربع سنين واطلع عمل برضه فاشل. صحيح يعني برضه يعني لا، ما هم اكيد عندهم هم حاجه مدعين ان هم يقعدوا اربع سنين فيطلعوا عمل ياخد اكبر جايزه في اكبر مهرجان في العالم. صحيح ده برضه مش حاجه يعني ممكن مجرد ان احنا نتفرغ يبقى هنقدر نعمل، لا دول موجودين بجد. الشباب دول، الشباب دول انا بتصور انه في زيهم كتير في مصر يعني ولادة طبعا. بكل تاكيد. بصي انا طول عمري وبقول ده من اكثر من 20 سنه دايما بيسالوني، بقول لهم على ارض مصر 10 ام كلثوم و10 عبد الحليم و10 عبد الوهاب و10 رياض الصباطي وعشرات من ومحمود مختار و10، بس يمكن ما فيش يعني في ام كلثوم، لكن ما فيش ابو العيله محمد اللي راح خد بنت صغيره من طمانيه الزهايره وبقت سيد الغناء العربي. صحيح احنا اذرعنا بقى يمكن الفيلم ده والشباب دول يشجعوا غيرهم على ان هم يعني عارف طاقة الامل اللي يقول لك الله ده في شباب صغيرين ومحدش وقف جنبهم ومحدش بس وصلوا لكان، فاهم الفكره ازاي؟ يعني اقصد ده يشجع. لا طبعا هيشجع جدا بقى، اللي هيشجع كمان اكتر انه هؤلاء الدولة ترعاهم بقى، ترعاهم بقى وتخليهم يقدموا افلام. يعني الاثنين مخرجين اللي عملوا الفيلم وصناع الفيلم دول تقبلوا يعملوا لنا افلام بقى في السنتين اللي جايين دول. وروحوا بقى برلين، مهرجان برلين، وروحوا فينيسيا، وروحوا كان بالظبط، وارفعوا علم مصر في كل المحافل الدولية. ده هيشجع ده هيشجع. يعني احنا بنهنئ انفسنا وبنهنئ مصر كلها على دي الجايزه الكبيره. رفعوا راسنا، رفعوا راس مصر ورفعوا اسم مصر. بكل تاكيد، بكل تاكيد. بشكرك على اهتمامك بيهم وعلى مداخلتك، بشكرك شكرا جزيلا مخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف.